السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تتابع القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس المهمة والأساسيات في اللغة الإنجليزية. نتكلم عن البلدان وعن الجنسيات، لأنه دائما أستخدمها أثناء المحادثة. عندما يكون عندي أو عندما أقابل شخص أكيد راح يسألني من أين أنت، ما هو اسمك، كم عمرك، وهكذا. ننتبه دائما الجنسيات تتعلق أيضا كل ما يخص بهذا البلد من طعام وشراب ومأكل ولباس وعادات وتقاليد. He is from China، هو من الصين. He is Chinese، هو صيني. He likes the Chinese food، هو يحب الطعام الصيني. إذا الجنسية ممكن استخدمها أيضا لوصف الطعام أو المأكل أو المشرب أو الملبس وهكذا. He is from Italy، إذا هو من إيطاليا. He is Italian، إذا هو إيطالي. He likes the Italian food، يحب الطعام الإيطالي. إذا لاحظ Italian استخدمناها لوصف هذا الشخص من أي بلد جنسيته، وأيضا استخدمناها لوصف الطعام. إذا كما قلنا الجنسية نفسها تصف عادات وتقاليد البلدان. إذا country بلد، nationality إذا جنسية، دائما T-I-O-N فضها شن nationality إذا جنسية. مثلا سيريا Syrian، إذا I am from Syria، أنا من سوريا. I am Syrian، أنا سوري. إذا سوريا بلد، فقط نضيف N تصبح جنسية. مثلا عندنا the Syrian food، the Syrian food، إذا الطعام السوري. أيضا استخدمنا Syrian لوصف الطعام، إذا هي جنسية، وأيضا لوصف أي شيء يتعلق بهذا البلد. ودائما الجنسية بيكون capital letter، دائما بيكون حرف كبير، وأيضا البلدان دائما تكون حرف كبير. عندما أريد أن أحول من البلد إلى الجنسية فقط أضيف بعض الكلمات، تغيير بسيط. ممكن أضيف ISH IAN EAN I وهكذا، تغييرات بسيطة. نتعلم في هذه الفقرة ما هي اللاحقات أو ما هي الأحرف التي يضيفها للبلد لكي يحولها إلى جنسية. طبعا نأخذ بعض البلدان خلال الجدول هذا. عند ending النهاية اللي يضيف للبلد country البلد، nationality الجنسية. أحيانا نضيف N مثل عندنا America American، إذا نضيف N. سوريا 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 سوري، نضيف IAN كندا كنديان، إذا نضيف IAN. إيطالي إيطاليان. I United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة، إماراتي إذا إماراتي. إيراك العراق، إيراكي عراقي. ISH بريتن بريطانيا، بريتش إذا بريطانيا. سبين إسبانيا، سبانيش إسباني. CH فرنس فرنسا، فرنش فرنسي. ISE تشاينا تشاينيز،
جابان جابانيز. اذا ننتبه هاي اغلب النهايات اللي يضيفها للبلدان تتحول الى جنسيات، ودائما ابدا الجنسيه هي ممكن هي اللغه وهي نفسها اوصف بها الطعام والشراب والماكل والعادات والتقاليد، نفس الجنسيه تصف جميع الاشياء اللي تخص البلد كما قلنا. هذا اغلب الاسئله اللي تستخدم عند التعارف. Where are you from؟ من اين تكون انت او من اين انت؟ ممكن from بحطه بالاول، from where are you، يعني from دائما او حرف الجر ممكن يكون بنهايه الجمله او قبل اسم الاستفهام. Where are you from او from where are you، دائما اللي يسالني you انت معناته اجاوب انا، لا اصلا اقول you are انت تكون، هو يسالني انا معناته استخدم I. فعل كون مع I نستخدم am تصبح I am، استخدم حرف الجر from Syria البلد، لا نضع الجنسية نضع البلد. I am from Syria، انا من سوريا، يعني انا اكون من سوريا او حسب البلد اللي اكون منه. فقط مثال where were you born، أين ولدت؟ لاحظ أيضا يو حولها إلى I، فعل الكون مع I was، لنعرف إحنا am is الماضي منها was، are الماضي منها شو where. إذن I تأتي معها was، لأن عدنا I am مع to I was تصبح I was born in Syria، إذا ولدت في سوريا. What your nationality، ما هي جنسيتك؟ أيضا أجيب أو أكتب I am، يعني أنا أكون Syrian، أنا سوري. I am Syrian، I am Egyptian، I am Kuwaiti، I am Moroccan، I am Italian، I am، وهكذا على حسب البلد الكون منه. I am سعودي، I am إماراتي، I am، وهكذا. ننتبه لهذه الأمثلة نستخدم الجنسيات والبلدان. Mary lives in the USA but she is Australian، تعيش ماري في الولايات المتحدة الأمريكية لكنها but she is Australian، لكنها استرالية. إذن she is اختصار لي she is. Of course، يعني بالطبع. He speaks English، هو يتكلم الإنجليزية. He is from England، هو من إنجلترا. إذن لاحظ England English، England إنجلترا، English إنجليزي. We're going to Palestine، نحن ذاهبون إلى فلسطين. إذن Palestine بلد، فلسطين Palestinian فلسطيني. He is English but his wife was born in France، she is French، يعني هو يكون انجليزي او هو انجليزي لكن زوجته his wife was born، ولدت in France، في فرنسا، she is French، هي فرنسية. لاحظ English جنسية، France بلد، French إذا فرنسي أو فرنسية. We love all Italian food but pizza is our favorite، جميعنا يحب الطعام الإيطالي لكن البيتزا طعامنا المفضل، is our favorite. دائما انتبه الجنسية كما قلنا تصف كل شيء للبلد أو يخص البلد، أيضا جنسية للمذكر والمؤنث.
اذا مثلا عندنا كلمه فرنش فرنسي وفرنسية، استراليان استرالي واستراليا، انجلش انجليزي وانجليزية. اذا تصف المؤنث والمذكر، لانه دائما الصفات تصف المذكر والمؤنث. اذا بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم، تكلمنا فيه عن البلدان وكيف احول البلد من يعني اسم الى صفة بإضافة I، بإضافة AN، بإضافة IES، بإضافة ISH وهكذا. من المهم تعلم هذه الكلمات والجنسيات لكي أستطيع أن أكتب وأصف شيء يخص بلد ما، من لغته، من طعامه، من مأكله، من أشربه وهكذا. أتمنى قدمت شيء الفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.